ليه في طوائف المسيحيه بتختلف في التناول والمعموديه؟ هو طبعا احنا مفروض سر التناول سر المعموديه اسسهم ربنا يسوع المسيح. فالسرين دول وبقيه الاسرار وبقيه الممارسه الكنسيه موجوده في كل الكنايس في العالم. م. لكن طريقه الممارسه ممكن تختلف من شعب لشعب. اللي هي بنسميها الطقس. الطقس ده هو الكاتشر الثقافة فربنا من جماله يعني قال لنا الفكرة وادانا الفرصة ان احنا نمارسها بالتراث بتاعنا او بالثقافة بتاعتنا فالأقباط غير البيزنطيين غير الروس غير الأحباش في ممارسة السر لكن الكل بيؤمن ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي وان المعمودية ميلاد جديد عشان نبقى ابناء الله وهكذا في الكهنوت كله عنده كهنوت بس اسامي الرتب تختلف التلاتة الاساسيين شماس اسيس اسقف دول الاساسيين يتفرع منهم رتب كل كنيسة ليها نظامها عشان دي حاجة تدبيرية فممكن نلاقي كنيسة فيها رتبة اسمها كاردينال فيها رتبة اسمها خوري بالك ارش من دريت. احنا كنيستنا فيها بقى الابسالتوس والاغنوستوس والابدياكن والدياكن ارش دول شمس شمس قص وقمص دول الكهنوت بعدين اسقف ومطران والبابا دول اسقفين فكل كنيسه ليها تنظيمها لكن السر واحد لكن الاختلاف ده بس في الطريقه حسب الكالتشر بس اه الا بقى اخواتنا البروتستانت اساسا ما عندهمش اسرار يعني مش بيعترفوا ان في اسرار فبقى ليهم ممارسه تاني خالص مختلفه لو الأخ اللي بيسأل بيتكلم عن الكنايس التقليدية يعني مثلا يلاقي السوريان عندنا في مصر ليهم كنيسة في بيصلوا بطريقة غير طريقتنا دي بقى نفس الإيمان لكن الكالتشر هي المختلفة مثلا دخل هو في مدرسة كاثوليك ولقى بيصلوا بطريقة غير بتاعتنا هو ممكن يكون في الإفخارستيا هو نفس الإيمان بس هم ليهم طريقة غير طريقتنا وهكذا اما البروتستانت هو اساسا ما عندهمش اسرار الاسرار دي بالنسبه لهم خرافه واحنا احنا اخترعناها فمش بيعملوا دي لكن بيجتمعوا يصلوا ويقروا الكتاب المقدس يوعظوا لكن زي ما هو بيسال الاسرار لو بيتكلم على الافخارستيا يبقى بقى من ده جسد حقيقي ودم حقيقي والمعموديه ان بالمعموديه الخلاص ان ده سر بالظبط تمام سيد